لكل من يتابع الشرقية وبرنامجه للمدينة. يوم جديد، مشوار جديد، وأكيد مواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. مرحبا سفيان. مرحبا أزل، ومساء الخير لكل مشاهدي قناة الشرقية وبرنامج أهل المدينة. أمسية خالية من المشاكل أتمناها للجميع. البداية تذكير بطرق التواصل ويانا وعن طريق التليجرام والرقم الظاهر أسفل الشاشة اللي حبي يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم، رسالة مختصرة وبها المعلومات الكاملة. إذا كان هناك مقطع فيديو أو صور توضح المشكلة يا ريت يتم رسالة حتى يتم عرضها ضمن فقرة عيون المدينة. فيسبوك وتويتر اللي حبي يتواصل ويانا من خلال هذين الموقعين، وأكيد البث المباشر على صفحة الشرقية الوحيدة والرسمية على الفيسبوك، ولا عند تعليق مناشد ومشكلة يتركها ضمن التعليقات نقرأها وقت بث الحلقة، أو يتم إرسالها لمراسلين لمتابعتها بالصوت والصورة. مشوارنا راح يبدي حقيقة، وإحنا يعني أنا واحدة من الناس اللي من قريت الخبر كنت أتمنى بعد قبل التحري كنت أتمنى إنه الخبر كاذب، لكن بعد التحري والمتابعة اكتشفنا إنه الخبر اللي راح نحكيه والتفاصيل راح أو الحادثة اللي راح نحكيها كل تفاصيلها حقيقية. ما يحدث، احنا امس حكينا وعاتبنا وزارة الصحة، اليوم مو عتب، اليوم احنا نوجه اتهام كبير لوزارة الصحة. الصمت الغريب من قبل وزارة الصحة والسكوت وعدم الاكتراث بحياة الناس وعدم الاهتمام بالكم الهائل من الشكاوى اللي هي مو شكاوى عادية، شكاوى او مناشدات او قضايا نهايتها الموت، ووزارة الصحة صامتة بشكل كامل، ساكتة دون رد، دون تصريح، دون فتح تحقيق، دون استجابة، احنا نريد على الأقل صدى، هسه ما رد الصوت. هذا دليل على أن وزارة الصحة عاجبها اللي جاي يصير ومتواطئة، وأن هناك خطة لقتل الناس، أو هناك هدف حتى الناس تروح إلى المستشفيات الأهلية، أو هناك هدف حتى الناس تروح إلى مستشفيات دول الجوار. كل التحليلات من اليوم نحكي، لانه كافي اللي جاي يصير. يوميا احنا عندنا مناشدات ما نقول لكم يعني بالعشرات، توصل بالمئات، لكن احنا ما راح نخليها بس وزاره الصحه، هو اسمها اهل المدينه الا نسميه ملفات وزاره الصحه. نضطر انه احنا ناخذ المهم ونطرحه، لكن دون استجابه او دون ارجع واقول رده فعل بسيطه من وزاره الصحه. وزاره الصحه اليوم انت متهمه واتهام كبير وخطير، كل من يعمل في وزاره الصحه، كل من ساكت وعنده يد أو يستطيع أن يحل ولو جزء بسيط من المشاكل المتعلقة في وزارة الصحة ولا يقوم بدوره، اليوم هو متهم. القضية أو القصة هي من الديوانية. أب بنته تعرضت، طفلته الوحيدة طفلة صغيرة، راح نشوف مجموعة من الصور لها لهذه الطفلة البريئة الوحيدة لأهلها. جاي تاكل جوز، فاحدى يعني لب الجوز عادي، وتصير يعني هذه الحالات في كل دول العالم انه الطفل يشرق لان ما يعرف ياكل بشكل طبيعي. فاضطر انه يوديها الساعه بالعشرة بالليل الى مستشفى الديوانيه التعليمي لتلقي العلاج اللازم. مستشفى التعليمي او مستشفى الديوانيه بالتحديد استقبل الحاله، استقبلوها الممرضين، قاموا باكمل يعني عملهم باكمل وجه، لكن هذه تحتاج الى تدخل من قبل الأطباء الخفر. طبيب الخفر المختص بهذه الحالة ما موجود، موجود في البيت، تواصلوا وياه حتى يجي. بعد ساعة من المعاناة، محاولة منهم أن ينقذون الطفلة ما قدروا، فاتصلوا بالطبيب، الطبيب يحكي وياهم شفويا من خلال الهاتف. ما اجى لي هذه القصة كما نقلت من والد الطفل اللي هو أيضا هسه راح يحكي، بس أنا راح أحكي نيابة عنه هذه المقتطفات لأنه أنا مقدر هسه حالته النفسية. شفويا حكى وياهم، قال لهم سووا كذا وكذا وكذا، سووا اللي عليهم ما قدروا. تعرفون الطبيب يعني احنا ذا الشكل، كان الاطباء كلها قعدت ببيوتها واكتفينا بطبيب واحد ويحكي يكملون العمليات والاشياء والاجراءات الطبيه بالتليفون، ليش يجي ولازم يحضر الطبيب المختص؟ ما اجى الطبيب، لازم اكو ناظور، ما اكو ناظور في مستشفى الديوانيه، ما اكو ناظور في الديوانيه باكملها. قالوا نحولها، الطبيب نفسه امر ان يحولها الى النجف، الى مستشفى الصدر في النجف الاشرف. طبعا مسافه الطريق هسه الساعه من 10 ل 11 خلصنا، من ال 11 ل 12 احنا
ننتظر، هذا الوالد يقول ننتظر تكملة الإجراءات الروتينية والإحالة، وأنه لازم يطلعون إسعاف حتى توصل إلى النجف اللي هي تقريبا بعد ساعة ساعة ونص حتى يوصلون، والدنيا ليل، وإذا بمستشفى الصدر في النجف الأشرف ترفض استقبال الطفلة، ما عارف يمكن هم يجوز ما عندهم ناظورة وما عندهم طبيب خفر خاص بالقضية. فبعد المداولات وبعد التفكير خلنا ننقلها إلى بغداد وشوفوا الطريق كيف راح يكون من الديوانية إلى بغداد إلى مدينة الطب. ناقلكم ولا تقولوا لي هم نفس الشيء، لازم روتين ولازم سيارة الإسعاف وشون تطلع، والبنية باقي على الأكسجين تنتظر من ينقذ حياتها. من العشرة استمرت الوحدة ونص والطفلة فارقت الحياة، قالت خليها لكم، قال ما تخافون من الله. هذه الطفلة اللي نشاهد صورها وحيدة أبوها وأمها فقدت حياتها بسبب الإهمال والروتين. أجهزة ما عدنا نشتري، طيارة هليكوبتر المفروض موجودة في كل محافظة تنقل المرضى اللي عندهم حالة طارئة، مو إحنا ننقلهم بطرق الموت. ثم شنو هذا الروتين الممل والروتين القاتل؟ هو هذا الروتين القاتل اللي لازم إحنا ننتظر، عندنا حالة إنسانية مستعجلة وطارئة للغاية لطفلة بعدها صغيرة، لازم ننتظر موافقات وما أعرف شنو المزاج، يعني ما أعرف يسوون خيرة يلا يستقبلون المريض. قضية ترى كبيرة، إحنا أمام طفلة ماتت بسبب الإهمال، وزارة الصحة تتحمل المسؤولية الكاملة. إحنا ويانا والد الطفلة رفيف، الأخ حيدر، إن شاء الله يكون يعني أخ حيدر أنا أقدر وضعك، يعني حقيقة صعب أنه هي يوم من يوم الأحد صحيح حادثة صارت حسب ما مذكور، إحنا نريد ناخذ من عندك القصة بشكل كامل. البقاء في حياتك، بقاء في حياتك، والله يصبرك، الله يخليك. حقيقة أنا يعني من قريت القصة وأنا متألمة وما يعني احتاريت شلون أطرحها، وحاليا حتى وأنا جاي أطرحها أشعر بألمك. الله يساعدكم ويساعد أمها. طمنا بس عن صحة والدتها، بخير؟ أنت نفسيا بخير؟ هي الطفلة راحت إلى الرب الكريم الرحيم اللي أرحم من الجميع يبدو في هذا البلد. الحمد لله وشكر على كل حال، الحمد لله وشكر على كل حال. بسم الله الرحمن الرحيم. صارت الحادثة الساعة تقريبا بالعشرة بالليل، أنا طلعت، أنا عسكري طلعت لا أشتري لها غراض حفاضات وعلى حليب وهاي السوالف، لأن ثاني يوم عندي التحاق على مود يعني أجهز لهم غراض مال الالتحاق. طيب. فكان ورا شوية خابرتني والدتي قالت لي الحق بنتك اخذها ابوك وجيراننا من المستشفى. شارك انا ما افتهمت بعدها بصراحه، اكبر سديت تليفون وجيت اخذت امها ورحنا للمستشفى. طيب. يعني وضعيه المستشفى يعني يرثى لها والله العظيم، من يعني الدم وين ما كان، الهوسه العشوائيه اللي ما استذني بغض النظر عنها كل ذني، غير اكو مثلا طبيب اخصائي. طيب. غير اكو مثلا فد عنايه، فد عنايه مركزه، فد اجراءات سريعه، فد اسعافات اوليه، اذن كلهم ما موجود، يعني موجودين الاطباء المقيمين هم قصروا يعني والله، بس شنو يعني هم الناس يعني مو قصاص، وحتى لو كان واحد يعني بيهم ممكن انه شو اسمه يخاف ويقول لك انا ما اقدر اجاز، يعني طبيب اخصائي ماكو. زين فكانوا يتصلون على طبيب اللي هو الخفر، كان اللي هو الاختصاص بهذا الموضوع. الطبيب ما حضر، يعني كان على التليفون يدير الامور غيبيين. زين. طيب هو كان يعني يومه الخفر، هو يعني طبيب المختص الخفر ذاك اليوم، ليش ما جاي؟ هو طبيب المختص الخفر، نعم، هم كانوا يتواصلون وياه وكانوا يسعوا له بعمي، يعني يسعوا له عمي ان يخابرونه. هاي احنا مره حكينا بيها، هاي احنا هاي مال سالفه عمي حكينا بيها ذاك الموسم، ولو هو الموضوع هسه بس مو وقته، بس يعني ترى الدكتور شنو عم يعني ما شنو هالبلد هذا اللي قاعد يصير يعني والله تفاجئنا بالموضوع، حتى عبالي احكي واحد عادي سيد وعمي تمشي وحجي، احنا هاي صرنا والعلويه تمشي ولا كانما هي دائره حكوميه رسميه بها صفات رسميه. انا ما اعرف الدكتور شنو يقبل واحد يقول له عمي. على العموم كمل وانا اعتذر، لكن هي اكو قضايا لازم هم تنحكي وتنحسم في هذا البلد، بعد المفروض يتعاقبون اللي واحد يقول. المهم الاطباء يعني الاطباء بوقتها اللي سووا الاطباء والممرضين يعني ما قصروا، يعني هم طلعوا اللي هذا الموجود بفمها يعني، بس هي الاختناق اكيد بالقصر الهوائي، فيراد لها طبيب اخصائي اكيد، يعني انه طبيب اخصائي لو يجي اكيد بيكفت حاله مر عليه شيء، اكيد شيء
زين ماكو فد بروسيجر فد خطوات ثابته للعمل يعني حتى واحد يسويها بهيك حالات يعني عشوائيه وهوسه ويعني ما يسوي الطبيب المقيم ما يسوي شغله الا يخابر الطبيب وتليفون ود وجيب طبعا ويعني فد اجراءات بطيئه طيب يعني ابسط شيء اشعه ما سووا للطفله حتى يعرفون مكان الجوزايو ابسط شيء زين يعني ليش؟ المفروض يسوون اشعه ما اعرف يعني ما اعرف يعني شلون اكو ما اعرف انا مو طبيب هم اطباء انا واقف بس اتفرج لها وهي جايتني زين انا واقف يعني ما اعرف ايش اسوي باقي يعني صافن ادنا يومهم قالوا لي عفنا خلينا نشتغل يعني غير هم يشتغلون مثلا المهم الطبيب هسه الطبيب ليش ما تجي انت يعني حاله انسانيه حتى لا انت مو خفار حتى لا مو خفارتك حتى لا يعني عرفت السبب اخ حيدر عرفت انه هو يعني مثلا في مستشفى اخرى مثلا عند حاله طارئه ليش ما عرفت يعني السبب؟ ست مهما يكون عنده هو طبيب ما احنا نريد نعرف احنا نريد نوصل يعني ما عرفت انا ما عرفت يعني هو بس هو خفارته بيوم خفارته المفروض متواجد هسه يقول لك انتم ضد الاطباء ما متواجد بالمستشفى يعني باقي على الحالات مستعصيه على التليفون اوكي انت خابروك على التليفون 5 و10 واكثر من واحد خابروك طيب. المفروض انت يعني 4 ساعات الطفله ظلت بالمستشفى ترعش فطيه 4 ساعات لحد ما توفت زين 4 ساعات طيب مستشفى الصدر في النجف لو بغير محافظه متلحق تجي حتى لو بغير محافظه متلحق تجي لا ماكو واحد ينتقل بسياره من محافظه الى محافظه اخرى على الاقل كان المفروض يعني المفروض بهالشكل حالات طارئه تتوفر عندنا على الاقل طياره هليكوبتر تنقل بشكل اسرع هو بس هذا 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 الصح مع انه هو بس سمع انه الوضعيه هيك شيء قالوا الاطباء حسب ما قالوا لي واصله لرئتين اللي هي الجوزي تمام اي زين فقالوا يحتاج لها ناظور والناظور ما موجود لازم بالنزف لاشرف مستشفى الصدر فقالوا يسوون حاله والله العظيم ساعه كامله انا مطول بالاحاله على ما يكتبون بيها على ما ودوا يجيب انه بالختم مالته الختم خابروا على الطبيب يقولون الختم قالوا مخليه على الطبيب ثاني مقيم يسوي عمليه مدونه ورحت وراه انا نص ساعه ادور عليه حتى القاه حتى ماكو شكل منطق بالحياه يا ناس شنو ختم؟ والله حاله انسانيه والله اي ختم يعني نقلوها هسه حاليا وبعدين دوروا على الاختام بعدين ترى هذا والله العظيم الناس خلصت غير خلصت مثلا بسرعه اسعاف موجوده وتنتظرني لا انا لازم اروح ادور ظليت اتوسل بالشرطه اتوسل بالناس الموجودين حتى واحد ينادي لي على ابو الاسعاف ما دلوني يعني والدي راح على ابو الاسعاف ابو الاسعاف قال اني ما اقدر اخذها الا موافقه من مستشفى الصدر زين اوكي خبره خذ موافقه اخذ موافقه قالوا له احنا عندنا مال 10 سنوات وفوق ما عندنا مال شي عمر يعني الناظور زين انت يا طبيب من حولتنا على النجف ما تعرف انه ما عندهم شلون حولتنا ما يعرف انا قلت لك شو يعرفون حظك يا نصيبك شنو يعني قالوا ما حولوها على الحله على الحله اعتذروا ها حولوها على بغداد شنو هي حظ حزوره وما حزوره يعني غير مثلا انت فالطبيب تعرف هذا الجهاز وين موجود تحولنا على مكان قبل نروح عليه اما ما موجود عندنا انتم بالله يعني بس فد يعني فد اجراءات بسيطه ومبينه واضحه واحد يمشي بطريق مو عشوائيه وهمجيه طيب بعد ما توفت يعني انا اعتذر انه راح اختصر لك القصه واعتذر مره اخرى لان اعرف القضيه كلها صعبه وحساسه للغايه بالنسبه لك الله يسلمك الله شنو اجراءات المستشفى يعني هسه حاليا هسه هم باهمالهم وبتصرفاتهم ما اعرف شنو الروتين ما هذا ما يسمونه روتين اكو شيء لازم اكبر من موضوع اكو شيء اسمه البرود بروده الاعصاب برود برود وماكو يعني ماكو اجراءات سريعه انا بنفسي صرت اموت بس انه ما جاي اشوف واحد يسوي شيء يعني ماكو فد اجراء هيك اجراء حازم واحد يعني يسوي لها فد شيء للطفله يعني حتى لا عمليه جراحيه حتى لا اي شيء يسوي بس المهم طلعها يعني ماكو شيء اصعب من الموت يعني ماكو شيء اصعب من الموت يعني هي من حولوها سووا احاله للنجف ومنتظرين ابو الاسعاف والله العظيم اني واقف لازمها واني جبت لها هذا مال الاكسجين اللي يخلوه فشمه جبت لها من الصيدليه ما موت بالمستشفى زين واني لازمها ماكو احد يقولوا لي احنا بعد سوينا اللي علينا والباقي راح نحولها عليه حاله يعني ما اعرف على حاله يعني بين ما تروح عليه حاله غير اكو عنايه غير اكو شيء فما تعرفوها يعني والله العظيم اني لازمها لحد ما ماتت تفضني والله العظيم الله يكون بعونك ولا رحمه الله لكن فعلا هذول الاطباء ما عندهم هم انسانيه طيب هذا حتى لو انت ما تعرف يعني انسانيه شلون انت تقدر تحكي الحكايه
سايق سيارة إسعاف، أنت إنسانية شلون تحكي هذا الحكاية؟ مو يتعاقب سفيان، يتعاقب والله تعاقب لو يبطلوني من شغلي، لو يبطلوني من شغلي. صايرين ناس تحاسب ناس، شلون ما عندنا احنا، احنا ما عندنا يعني ما اعرف منطقة الطب هي إنسانية. أنا هسه حتى لو جايبين مثلا مجرم خطير أتعامل وياه بإنسانية، أكمل أنا أموري وبعدين ذيك الساعة الأمور الأخرى. أنا أمام موقف هسه إنساني حاليا، الطفلة ما يعني وهي طفلة يعني المفروض أتعامل بمنتهى الإنسانية والشفافية، يعني أي كلمة تصدر هسه المفروض إن هم يتعاملون على هذا الأساس. والله العظيم حتى أبو الإسعاف يعني ما هو قانون هسه حاليا، أبو الإسعاف قلنا لهم يعني على حسابنا إحنا إيش قد ما ترون بس خلي يطلع ويانا، بس لأن ما أقدر أخذ السيارة يعني يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى أكسجين، الطفلة ما تقدر تتنفس. أكيد كادر طبي يا أخي، أصلا هي المفروض ما تطلع من المستشفى هاي، المفروض مستشفيات العراق المفروض شنو ناظر يعني، هم لازم الواحد يتخيل إنه حالات الأطفال تصير بها هاي يعني تصير بالعشرات يجوز حتى باليوم الواحد، هاي أطفالنا إحنا كل العالم تصير، ناظور المفروض موجود يعني هاي من اساسيات الرنين المفراس الاشعه هاي موجوده على مدى 24 ساعه، والمفروض مو جهاز واحد، جهازين للحالات الطارئه، اخاف واحد يعطل، هاي القضايا بديهيات. والمفروض مو سيارات اسعاف، مو سياره، سيارات اسعاف وتطلع اكو فد شيء اسمه انه انا انطيك الضوء الاخضر لكل الحالات الانسانيه الطارئه، ومو سياره، المفروض طياره. بهالشكل مواقف الناس يصير عندهم مثلا ثلج، يصير عندهم طيارات هليكوبتر هي اللي تنقل بشكل اسرع. احنا شنو عندنا؟ احنا شنو هذا البلد التايه؟ لا طبيب موجود، لا اجهزه موجوده، وتالي بعدين وزاره الصحه تزعل؟ هي وين اصلا وزاره الصحه؟ انا هسه قاعد نسال، احنا من البارحه سالنا عن وزاره الصحه، وزاره الصحه من ابتداء من الوزير الى اصغر مسؤول بيها مسؤول عن موت هذه الطفله برقبتكم الى يوم القيامه، واذا ما رديتوا عن القضيه، هاي القضيه المفروض بيها هسه يعني يرفع دعوه قضائيه لانه انتم ودتوا الطفله مالته، والسكوت معناته انتم مشاركين بالجريمه، هاي جريمه ارهاب انتم. وزارة يعني الصحة كلش كافي، كلش كافي يعني أرفع دعوة قضائية حقك يعني كل المقصرين، كل المقصرين يعني أنا أريد أعرف التقصير، ولو هو التقصير مبين واضح من أعلى، من أعلى وزارة الصحة إلى صحة الديوانية إلى مستشفى الديوانية، يعني كلها صحة هي سلسلة مال الفساد من فوق ونازل لجوا لحد أقل واحد فيهم كلهم مجرمين والله. يعني أنا نحكيها أنا بنتي راحت والحمد لله والشكر وراضي بأمر الله وراضي بقضائي ولا تراضي على حكمك يا ربي، بس أنا هاي القضية طرحتها على الإعلام حتى لا تصير ويا عائلة ثانية ولا تنتج عائلة ثانية. زين الله يساعد قلبك، الله الله يشفيكم الشر، الله يشفيكم. احنا نشكرك الشر. ومره اخرى انا اعتذر لانه اعرف القضية مو سهلة ابدا، والقضية صار لها ايام وساكتين الجماعه مطمطمينها وزاره الصحه، واحنا البارحه كنا نحكي يعني احنا نحكي بقضايا بسيطه، احنا طلع عندنا مصيبه كبيره اليوم مصايب. يعني وزاره الصحه ارجع واقول انت اليوم متهمه بقتل طفله من الديوانيه عمرها سنوات بسيطه، قضيتها كلش بسيطه تحدث في اي دوله اصلا، حتى يمكن لو هم باقين بالبيت كان يمكن قدروا يعالجوها، لكن للاسف للاسف الطبيب المفروض فتح تحقيق، مو تحقيق، تحقيق وتنسد هسه المستشفى، وتحقيق بكل من كان موجود بذاك اليوم. تردون الاطباء يزعلون، الكادر الطبي يزعل، زعلتهم الناطق الرسمي ما نريدك بعد صراحه، لانه مال احنا نبقى احنا عيني واغاتي ودير بالكم وشلون ولازم ما نزعل ونراضيكم، احنا امام موت هسه حاليا، ناس جايه تموت بالجمله، ماكو ادويه، ماكو علاجات، ماكو اجهزه طبيه، ماكو كادر طبي، المنفتحين عزلوها يا عيني ونروح احنا لدول الجوار، اذا هالشكل انتم تردون الدول الجوار تستفاد، عزلوها بشكل حقيقي. قبل ايام وصلت لنا احنا رسائل من الامهات الحوامل تقول احنا نخاف لحد اليوم، قولي وحده اخاف اروح اجيب من كم الاهانات اللي تستلمها من الممرضات، اذا انت مو قد الالم ليش زوجتي؟ بابا هاي انتم قاعد تدخلون حتى بحياتنا الطبيعيه، انتم شنو؟ شنو من بشر؟ ما انتم مثلنا، شنو احنا صايرين ناس تاكل ناس؟ شويه اتقوا الله. واليوم وزارة الصحة إذا ما فتحت تحقيق وإذا ما ردت يوم السبت إن إحنا وقفة ثانية مع وزارة الصحة، هالمرة صدق راح نرفع إحنا، دعوة قضائية نجيبها من يعني نحرك حقوق الإنسان، نحرك دول العالم على وزارتنا، لأنه فعلا هناك قتل متعمد للناس، قتل للبشر، إهمال متعمد، أدوية إكسباير، أدوية ما موجودة اللي هي أصلا منقذة للحياة، أجهزة تتعمدون ما تجيبونها شنو هي غالية؟
شنو الغالب بالاجهزه ما تقدرون تجيبونها؟ سياره اسعاف ما موفرينها؟ تنطون اوامر؟ ما اعرف شنو هاي القوانين. كافي 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 بلاده، كافي اهمال، كافي برود، كافي كافي عدم احساس بالمسؤوليه لحنا، وكافي مع وزاره الصحه. صار انه والله احنا من بدايه الموسم حيل مدلعيكم دلع ودلال لهنا وكافي. للسبت قضية هذه الطفلة المفروض تثار على الرأي العام، وزارة الصحة متمثلة بالوزير يرد. ايش دعوة انتم كلكم شايفين نفسكم من واحد يجاوبكم الوزير ما حد يقدر يقابله؟ هاي العالم كل ما حكينا ما نقدر نقابله، ليش ما حد يقابل الوزير؟ من هو الوزير؟ يجينا من كوكب آخر، إنسان حالك من حالنا، تقابلنا وتحكي ويانا ونشوف شنو القضية. وفتح تحقيق عاجل، خفر نايم لي بالبيت؟ وين؟ شنو عنده مناسبة مثلا؟ وين؟ خطر موجود عند حالة طارئة، أكو طبيب ثاني بداله، مو لعبة حياة الناس. لهنا وكافي. وحقيقة القضية كان بد نحكي بها نهاية الحلقة، لكن احنا عندنا أيضا بلاوي كثيرة. وزارة الصحة إذا حابة ترد اليوم يا ريت، وإذا لا لسه بتقلكم كحد أقصى، ورح نفتح تحقيق كبير بكل ملفات وزارة الصحة. ايضا سالتي على الطياره يا ازل، انا اتوقع انه الطيارات مخصصه فقط لنقل المسؤولين اللي ما بيهم حيل يمرون بالطرقات اللي هم دمروها واللي هم خلوها غير صالحه للاستخدام، لانه لان ما تقولي ما عندي هليكوبترات، لا بدنا نشوفهم شلون يتنقلون الوزراء والمسؤولين وشلون يتنقلون بالهليكوبترات والبنزين مالتها، كل هذا الامر طبيعي، لكن نوفرها المستشفى فشيء لا عظيم وخاطئ ويعني شيء من خيالنا، لازم احنا نبدي نحلم به، ما نقدر نقول بأن هذا واقع علينا. إضافة لأضم صوت لصوت أزل بأنه فعلا هذا التحقيق مو المستشفى تفتح، الوزارة نفسها الوزير. أنا يعني عذريني أني ما دا أتابع أخبار، يعني دا يصرح الوزير موجود جديات، والله سؤال منطقي، موجود الوزير؟ لا يعني سمع عنه أشياء، سمعت الاستقالة ورفضها. لا خلاص افتهمنا استقالة، يعني بعد اعتقد انه هاي حجة هاي جديدة، انه واحد انا ما اقدر اشتغل فادب استقالة بشكل شفوي او يعني شلون حتى اداري يعني الفشل مالتي، تحقيق هذا فشل احنا نسميه. اللي ما يقدر يطلع من الوزارة ويقول انا ما اقدر، احنا نحكي على كل المسؤولين، انا ما اقدر مثلا على هذا الشيء، انا استقيل اقدم استقالتي، لازم يقبلها رئاسة الوزراء. والا احنا ترى حياة الناس يعني مو لعبة، ترى يعني هذا حياة ناس بشر. بالضبط. إذا رئاسة الوزراء بما أنه يرفضت الاستقالة فتحمل جزء من المسؤولية، بما أنه أنت هلقد واثق بهذا الوزير وإحنا دا نطلع لك شنو هالوزارة شنو دا تسوي، فأنت شخصيا تتحمل المسؤولية بما أنه أنت متمسك بهذا الوزير. موضوعنا الجاي حيكون هو تقرير من قرية الريف الزاهر بالحلة، تعاني من موضوع التمر الصحي اللي هو من اسمه تمر صحي، فالمفروض يكون التمر بطريقة صحية لا تؤثر على البيئة ولا تؤثر على حياة الإنسان، لكن في هذه القرية التمر الصحي بين قوسين خلوها اللي هو ما أعرف ليش مسميه الصحي، دي يأثر على البيئة وحياة المواطنين، وأيضا بيسبب لهم حالات سرطانية، يعني النفايات والأزبال كلها تروح في هذه المنطقة بالذات، لكن دي يطمروها بطريقة غير صحية على اعتبار أنه هذا المكان هو مكان للتمر الصحي. نشوف تفاصيل أكثر بالتقرير ونرجع لكم. طبعا من خلال موقع المسؤوليه باعتبار مختار المنطقه قمنا بتقديم شكوى الى بيئه المحاويل، وكنا امل بان يقدمونا حل لهذه المشكله، هي مشكله النفايات والتمر الصحي اللي قريب على منطقتنا السكنيه بصوره يعني مباشره. وفعلا مديره البيئه مال المحاويل وقت اسمها ست ميلاد قامت بإجراء كل الجهد وجابت لنا الكتاب بغلق من وزير الصحة والبيئة، ولكن فوجئنا بأن الحكومة المحلية واللي رأسها القائم مقام المحاويل يرفض تنفيذ هذا الإجراء، وحجته أنه لا يوجد مكان بديل، يعني أنت لما ما يكون مكان بديل يعني يطحب أرواح الناس، هاي كودن فقرة يعني الناس هاي على مود أنه ماكو بديل. وأنا نحمل كل الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع بأن تشوف لنا إجراء وعاجل، لأن هذا الغاز أنا دارس بالطب وعرف غاز سام وقاتل، مو يعني أي غاز دخان عادي. وهذا نوع النفايات موجودة، نوع النفايات أنواع مال المستشفيات ومال يعني طمر صحي، هاي مال الفضلات ومال حوضيات، فهي تتفاعل من تحترق تكون غازات سامة كلش. هذا المكب للنفايات اللي صار له أكثر من 4 سنوات، أولا ما بي أي موافقة رسمية،
تقوم مديرية بلدية المحاويل برمي النفايات به بدون أي موافقة رسمية، وهذا المكب أدى إلى إصابات عديدة بحالات السرطان، أكثر من 10 حالات، عندنا حالتين وفاة، وأيضا تعرف موجودة كلاب سائبة بسبب هذا المكب وانتشار حياية العقارب. زين عندنا إصابات، عندنا شخص توفى بسبب افتراس الكلاب السائبة، وموجود تقرير هسه راح نعرضه عليكم، وأيضا حالة سبب حالة الوفاة، وحالتين وفاة بسبب سرطان الرئة جهاز تنفسي. زين مصابين موجودين حاليا، وراح إن شاء الله توثقونهم إن شاء الله بقناتكم. اسم المنطقة حي الريف الزاهر، التقع قرب معسكر المحاويل. هذا المكب صار لأكثر من 4 سنوات، وبعد مناشدات عديدة من قبل مختار المنطقة، سكان المنطقة، وماكو أي اهتمام وأي عناية وأي ردة فعل اتجاه المواطن، استهان بأرواح المواطنين، استهانة بلدية المحاويل وقيم مقام المحاويل، استهانة بأرواح الناس وعدم التعامل ويا الناس بجدية. احنا من عائلة احد المرضى بسبب المرض السرطان. المرض السرطان من سبب النفايات اللي جاي يصير هنا بمنطقة الريف الزاهر. انا والدي واحد من الناس تمرض بهذا المرض. ونرجو من البلدية، نرجو من المحافظة ان يشوفون حل هاي النفايات. يعني مصاريف، يعني الهند قبل اسبوع جينا من عندها، احنا ما تعرف هذا المرض ما يتعالج بداخل العراق. واحنا شنو ذنبنا صاير بينا هيك من وراء هاي النفايات، واكثر من مرض صار بهاي المنطقه. يعني ملينا لما نناشد لما نحكي ملينا. هسه احنا شفناكم والوجوه الطيبه هاي، نريد نوصل صوتنا للحكومه. واكو هواي مصابين، وهاي اكثر من الحاله العشره صارت عندنا هنا بمنطقه الريف الزاهر. احنا مشكلتنا باختصار اجيك بيها باختصار، يعني لانه تعبنا من معاناه المناشدات اللي ناشدنا بها المسؤولين كافة قطعا. واخيرا وبركة جهود بيئة المحاويل جابونا كتاب اغلاق التمر، هذا اللي يسمونه التمر الصحي اللي هو خالي من الصحة اساسا. احنا بس مناشدتنا باختصار، يعني الوزير الصحة والبيئة اصدرت كتاب بخطك معنون الى بلدية المحاويل، اصدرت كتاب بغلق هذا التمر. التنفيذ وين؟ احنا نريد نعرف التنفيذ وين. إذا أنت وزير بصلاحيتك بتهميشك بتوقيعاتك بختمك إجا الكتاب كامل مكمل، التنفيذ وين؟ وهاي الناس ماتت ومن ماتت، يعني إحنا ما نريد إحنا لحد الآن نطرق البيبان الصحيحة، ما توجهنا على غير بيبان. النفايات أخي أشكال النفايات، منها حوضيات الصرف الصحي، ومنها مال مكب المستشفيات، ومنها مال الأسواق ومال غيرها وما غيرها، كلها غازات سامة. حجينا نشوف عندك الالتهابات بالقصبات والرئة، سولف لنا شلون صار عندك المرض؟ هذه التمر الصحي يحترق، من يحترق يكبس الدخان بالبيت، فصار عندنا أمراض. أنا صار عندي سرطان رئوي، هاي بيوم سنتين أنا راجع، ما خلي الدكتور لا بغداد ولا بالحلة ما رحت له، وهذا هسه التقرير موجود، التقارير كلها موجودة، 8 ملايين والله أنا مخلي، 8 ملايين مخلي على صحتي، ولحد الآن أنا يعني شبه منتهي، ما عندك الأمل بحياتي. بس أنا اللي أرجوه من قيام مقام المحاويل أو من البيئة أو من صحة بابل، مو إن الكبار لكن يشوفون حالة هاي الأطفال. أكو حالات ثانية غيرك؟ أكو حالات ثانية بنفس الشارع، إحنا المقربين على تقريبين من المكب، شفت إنه هي شيء. إيه أنا أقرب واحد على المقلع، وبعد وياي 5 بنفس الشارع. إذن التمر الصحي تم أمره بإغلاقه مع وقف التنفيذ.
او يمكن هم افتهموا الامر غلط بانه هو المفروض ينظفون المكان وبعدها يغلقوه، هم الظاهر يمكن اغلقوه بدون ما ينظفون المكان وتكوم الموضوع، النفايات والازبال بعدها موجوده لحد الان وقربها بيوت سكنيه وبدون اي اهتمام، عادي يشتمون هاي الروائح والابخره اللي طالعه من هذه الازبال. ايضا ضمن التقرير اذا لاحظتوا انه كانت هناك نفايات طبيه موجوده، واحنا نعرف مدى خطوره هاي النفايات الطبيه اذا تتواجد بالاماكن الغير صحيحه وتتلف بطريقه غير صحيحه. ما اعرف الى متى احنا ما حنهتم بصحه المواطن، خصوصا احنا ليس لدينا مؤسسات صحيه كفؤه في المحافظات العراقيه لعلاج الناس اللي احنا دنمرضهم اصلا، يعني هم دا يتمرضون بشتى الطرق ودا يموتون بشتى الطرق، وبالتالي ما عندنا مؤسسات صحيه رصينه وكفؤه لعلاج هؤلاء. يعني شفنا لما تصير عندنا حالات سرطانيه ما عندنا اماكن يعالجون بها هذول الاشخاص اللي يسببون بسبب الاهمال والتقصير وعدم تطبيق الاوامر الوزاريه اللي تجي. ما اعرف الوزير شلون يصدر امر بدون متابعته او الجهات المعنيه التابعه له التابع بانه يابا احنا سدينا هذا المكان او لا. المهم التقرير امام انظار الجهات المعنيه وتشوفون الناس شنو حكوا وايش قد عانوا، وتعرفون كل الزين روائح النفايات ايش قد مزعجه في المناطق السكنيه وكميه الامراض الخطيره والكبيره جدا اللي يتعرضون لها نتيجه وجود هذه الاماكن. كيف ناقصين احنا امراض؟ ايه هاي هم وطبعا كل مكان موجود هذا موضوع النفايات، هاي النفايات الطبيه هم صايره موديل جديد بعد لازم يحرقونها، صايرين كل مركز صحي يحرق نفاياته يمه، شنو الموضوع ما نعرف. طيب نروح الى موضوع كلش مهم وصاير هم موده عندنا بالعراق، انه نحن الرجل الكبير الامراه المسنه زايده عندهم بالبيت يدبونها بالشارع، هم يا ريت يودونها لدار المسنين ويسوون اجراءات قانونيه وخلص تروح على حال الكثير من النساء والرجال يروحون الى دار المسنين، ويوم اكثرهم عندنا احنا خطيه مساكين اللي يقول لك يذبني ويروح عني وحتى ما يسال عني. في نجف الاشرف هناك امراه مسنه مسكينه وعندها سكر، مبتورة الساق الأيمن أيضا مرمية في النجف الأشرف بالقرب من مرقد الإمام علي عليه السلام، ظلت أيام. راح نشوف المقطع راح يحكي به أحد الأشخاص اللي آخر شيء هو اضطر أنه يحتضنها رغم أنه هي قضية غير قانونية، لكن يقول لك ولا تبقى بالشمس والحر وهي مريضة. نتابع نشوف شنو حكي شنو وجه من رسالة ونرجع نسولف. يوم الخميس اللي مضى جيت أنا وعائلتي لزيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه. نعم. وعائلتي بالحمامات والصحيات عثرت على هاي المرأة كبيرة السن رجلها اليمنى مقطوعة وبيها سكر مزمن، وهذه المرأة أهلها كأنه اللي افتهمناه من عتها أنه شامرينها وما لهم علاقة بيها، بتها رايحة للحج وكذا، وباقي هاي المرأة صار لها أسبوعين واليوم الأسبوع الثالث قرب حرم أمير المؤمنين بسياج ملاصقة، طرقت كل الأبواب على مود ينطونها ورقة وتروح لدار العجزة والمسنين بالنجف، ودخلت على كذا شخصية بالحرم المقدس ولكن ماكو أي استجابة. يوم الخميس بعد ما عثرت عليها دخلت على أبو القانونية وحكيت وياه وقلت له هذه مرة كبيرة عمرها يتجاوز 70 سنة ونيف رجلها اليمنى مقطوعة وبها سكر، وين الإنسانية بالموضوع يا رجل قد ما تبقى مشمورة بالشارع؟ فقال لي على اساس انه راح يسوي الاجراءات وراح يسوي الورقه وراح يدزها، ورجعت عليه مره لاخ وقلت له اهل الرحم ماخذينها للرعايه، والرعايه قالوا لها بس جيبي لنا ورقه انه احد يتبنات وخصوصا العتبه العلويه مطببك حتى لو بالثنتين ونص بريال. رجعت لكربلاء وانا مطمئن انه يقومون بكل واجبها، واتصلت بيوم الخميس بالامين العام بالعتبه العلويه وطمني قال لي دكتور خلص ما يكون خاطرك الا طيحه تمام يمي. اتفاجئ لحد البارحه الجمعه ماكو اي حل، اليوم جينا الصبح واذا بالمره على حطيتها لا قرصه خبز ولا لقمه تمن ولا بطل مي ولا واحد واصله ولا واحد قال السلام عليكم. هل من المعقول يا امه محمد صلى الله عليه واله، هل من المعقول يا شيعه امير المؤمنين انه هاي المره كبيره السن مقطوعه الساق الايمن ذات الامراض الكثيره المزمنه انه تبقى قريبة على حرم أمير المؤمنين، وهذا على ابن أبي طالب أبو الأيتام، هذا على ابن أبي طالب سلام الله عليه أبو الفقراء، هل من المعقول؟ هل هذا مرضي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ناخذ المرأة وننطلق بها إلى كربلاء إن شاء الله ونشوف لها مكان
ودار سكن، واذا ما حصلنا فدار المسلمين موجوده بكربلاء ان شاء الله تستقبلها. هسه حاليا المراه انتقلت من النجف الى كربلاء المقدسه، صح لو لا؟ احنا هنا اوكي، بس تفاصيل القضيه. اول شيء هو قاعد يعاتب الناس، ما عاتب بنتها اللي رايحه للحج، حج مقبول عيني، رايحه انت للحج وعايفه امك بالشارع، اي حجها؟ اي حج اول ما واصل الباب العتبه الدار، كم من ناس شنو يعني شو البلد الغريب؟ اكو ناس غريبه رايحه للحج، الله يغفر لك عن شنو؟ يعني اذا انت ذابه امك، امك ثم امك ثم امك ثم الحج، اخر شيء اقول لك اياها انا، لا تروحين الحج امك. ما اعرف يا من واحد يعتب. على العموم احنا معنا الاخ محمد الوسيم اللي هو شفناه بمقطع الفيديو اللي حكى وقال المراه اخذتها من النجف حاليا راح انتقل الى كربلاء. هسه حاليا المراه في، طبعا اكو هناك صور انه السيده في منزله راح نشوفها وجاي تصنع الدولمه بكل حميميه، ايش قال الله يساعدك. بركه والله هاي الله يحبها. الله دزلها هذا الشخص حتى ينتشلها من الضياع وهي قاعده بالشمس وبالحر وعندها سكر ومقطوعه الساق. الله يحبها انه فعلا اجالها شخص من غير ما اجا يزورون واذا بهم يشوفونها ويلتقون بها. اخ محمد تيانا على الهواء. اخ محمد اللي معك على الهواء، حياك الله. حقيقه انا احييك وعاشت ايدك، رغم انه هي قضيه قد تكون يعني بها مساءله قانونيه تعرف، لان هي عندها اهل. لكن انت القضيه الانسانيه كانت اولا، يعني هاي من نحكي احنا اكو قضايا انسانيه، تقول انسانيا ما اهتم باي شيء، لكن انسانيا انت اتخذت موقف واحتضنت السيده. حاليا السيده ببيتك، تم نقلها الى مكان اخر حتى تتلقى الرعايه الصحيه وكل ما الى ذلك، لانه هي القضيه ارجع واقول هي المساله غير قانونيه تبقى عندك في المنزل. بلي، اولا تحياتي لك ولهذا البرنامج الكريم ولكل المشاهدين والمستمعين الكرام. وشكرا جزيلا لكل من نقل الخبر فيسبوك وبالتواصل الاجتماعي. حقيقه هم الوحيد هو انه توصل هاي الصوره ويوصل هذا الفيديو لكل المعنيين، بدءا من اصحاب العلاقه وصولا الى كل من يمتلك انسانيه في بلدنا العراق. بلدنا اللي كله غيره، مملي من شمال الى جنوبه من شرقه الى غربه. طيب هذا المراه المسنه الكبيره بعد ما تخلوا عنها كل اهلها، بعد ما كان راتبها 950 الف هي متقاعده وكامل قواها العقليه، عندها كل مستمتلكاتها، بقت اسبوعين كاملات وفوقن ثلاث ايام باب حرم امير المؤمنين سلام الله عليه، نادت الجميع انه ياخذونها الى دار المسنين الى دار الرعايه، ولكن ما حد انطاها ورقه وما حد يتكفلها. وهذا الموضوع شاهدته بام العين. اخ محمد، هي عندها بنيه بس؟ عندها اولاد وبنات؟ شنو عندها يعني؟ كانت عايشه ويا من؟ هي عايشه مع اختها في بغداد، صار لها 35 سنه بعد ما توفى زوجها. طيب بنتها الوحيده اللي متزوجه بالنجف، وكانت تتردد بين بيت اختها بين بيت بنتها بين بيت اختها بين بيت بنات اخوها. ايضا عندها اثنين اخوان كبار متوفين رحمهم الله. نعم. فبقت تروح هنا وتجي هنا وتجي هنا حسب حكيها هي. طيب اسمح لي بس اخ محمد، يعني اعذرني لانه تعرف احنا شان عندنا موضوع الاول اخذ هوايه من الوقت. اسمح لي بس هسه حاليا هي وين حتى نختصر القضيه بس نريد نطمن عليها. المره بدار المسنين. تمام. من يوم امس. تمام. وضحها تمام. بارك الله. اليوم شنا ينها ايضا. نعم. وضحها تمام. ممتاز. دار المسنين طبعا في كربلاء. كربلاء وفي كل المحافظات. تمام. طبعا بعد ما دخلنا الى دار المسنين واخذنا المره، اصبحت المره عندي كانما الملكه ايزابيث وجايبها من مملكتها. نعم. لانه الماساه اللي شفتها جوا في دار المسنين حاله يرثى لها، مصيبه اكبر، نساء مشمرات، عراية بدون ملابس، وضع الدار ما يستطيع. هاي في الله السامع. دار المسنين في كربلاء قاعد تحكي عنه؟ هذا تصريح خطير. نعم 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 نعم، هاي مصيبة أكبر. اتصلت بنائب المحافظ اللي هو مسؤول عن دار المسنين، وإجا الرجل اليوم جزاه الله ألف خير لأبطالهم احتياجاتهم، كأنه هذا الوضع اللي يقدرون عليه. يعني هذه السيدة كشفت لنا احنا هسه باب آخر، انتوا هسه حاليا نقذتوا البقيه، النساء في دار. نعم. العجزه، هاي غريب والله يعني. نعم. عجيب الموضوع، زين ليش؟ ليش ماكو رعايه؟ ماكو ملابس؟ نعم. انا كنت بمصيبه، اليوم طبيت ب 40 مصيبه، 40 مرأة او 37 مرأة
كلهم يحتاجن الى رعايه. المكان اوكي في كهرباء في تبريد، ولكن المكان هو عباره عن مسجد قديم يسمونه مسجد فيض الحسين. انا يعني اعتذر من الاخ محمد، احنا راح نكمل وياك يعني السبت لان اعتذرني يعني وتعدينا على وقت البرنامج. انا اشكرك، المهم احنا طمنا انه المراسع حاليا يعني احنا هسه راح قلقنا على دار المسنين. دار المسنين عيني تحتاج رعايه، على قلت مخرجنا الرعايه تحتاج رعايه، عيني دار المسنين في كربلاء تستغيث ايضا، ناس باقين بلا اكل بلا شرب بلا رعايه بلا ملابس. اكتشفنا هذه السيده كشفت لنا كارثه اخرى، وهذا السيد حقيقه الاخ محمد الوسيم، احنا نشكرك. ويوم السبت ان تكمله مع وزاره الصحه، واذا سكتت وزاره الصحه راح يرفع عليها دعوه قويه انه هي جاي تقتل بالشعب. وايضا هسه حاليا موضوع دار المسنين ايضا انفتح يوم السبت، اكيد راح نتناوله بشكل مفصل، والمواضيع الاخرى يوم السبت والاسبوع المقبل. هذا كل ما كان عندنا اليوم في المدينه، نتمنى دائما ان نلتقي على خير والمحبه والسلام في امان الله. وهذه تحية مني ومن كادر البرنامج، إلى اللقاء.